سؤال. واحد بيقول ورد في الإنجيل يعني إن المسيح قال إذا أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وفي هذا الوقت لم يكن قد أتى وقت الصلب. أريد تفسير. لا، كلمة يحمل صليبه يعني يكون مستعد إنه يتعب من أجل ربنا، فمش صليب يعني نفس الصليب بمعناه المادي والحرفي، لا، لكن كلمة يحمل صليبه يعني يحمل متاعب ومشقة وألم من أجل الله، أو يكون مستعد لكده يعني. وبقوله في نفس الإصحاح قال يسوع الحق أقول لكم أن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لا، هنا يقصد الملكوت الداخلي مش الملكوت السمائي، زي ما قال ملكوت الله داخلكم، يعني الله يملك على القلوب. وفعلا مسافة 30 سنة تقريبا كانت المسيحية انتشرت في غالبية قارات العالم المعروفة في ذلك الحين.